طيب خلينا نتكلم على بعض الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي قبل 48 ساعه من انطلاق اللقاء. الكابتن طبعا محمود الخطيب بيتواصل بشكل دائم مع البعثه وبيطمن بشكل كبير جدا من خلال الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره ورئيس بعثه النادي الاهلي هناك في تنزانيا، وبيتابع كل الاجراءات اللي بتتعلق بالفريق سواء اجراءات امنيه اجراءات طبيه، كل الامور في الحقيقه بيتابعها اول باول الكابتن محمود الخطيب. وده اللي اكد عليه كمان الاستاذ محمد الضماطي في تصريحاته، وقال ان دايما الكابتن محمود الخطيب بيتواصل معانا وبيطمن على البعثه بشكل كامل، وبيأكد على مدى اهميه طبعا المباراه امام فريق سيمبا. وقال ده لسه كلام على لسان طبعا الاستاذ محمد الضماطي، قال احنا عندنا ثقه كبيره جدا في لاعبتنا وفي جهازنا الفني، وتمنياتنا كلها معاهم ان هم ان شاء الله باذن الله يفوزوا في هذا اللقاء. ويأكد على الالتزام الطبيعي اللي بيبقى طبعا عليه الجهاز الفني واللاعبين في اي رحله او اي معسكر خارجي. لاعبوا الاهلي كمان يعني النهارده كان عندهم محاضره بالفيديو بيستكشفوا من خلالها مع الجهاز الفني نقاط القوه والضعف الخاصه بفريق سيمبا التنزاني، وده بعد ما محللي الاداء في الجهاز الفني للفريق كانوا رصدوا بعض اللقطات المهمه جدا لفريق سيمبا والتركيز عليها من خلال طبعا مستر بيتسو موسيماني اللي بيدرس كل فريق بالشكل الامثل ويوضح نقاط القوة والضعف بالنسبة للاعبين بالتالي في المحاضرات المختلفة. هو بيركز قوي على المحاضرات في الحقيقة مستر بيتسو موسيماني، وده أمر مهم جدا. الأهم كمان إن هم بصراحة وده شيء تم اتباعه على مدار الفترة اللي فاتت، إن كل فريق هيلعبوا النادي الأهلي بيبقى ليه لقطات معينة، اللقطات دي بتتحول على الأجهزة الإلكترونية الخاصة بكل لاعب في الفرقة، وكل لاعب هو في غرفته كده او هو في مثلا في الطياره رايح مسافر هيلعب الماتش او كلام من ده بيتابع اللقطات دي وبيركز. ليه؟ عشان يحفظ سواء نقاط قوه بقى نقاط ضعف، ازاي يلعب مع الفريق ده، اللعيب اللي هيقابله في مركزه مثلا في المباراه هيتعامل معاه ازاي. فده امر تم اتباعه مؤخرا وفي الحقيقه ايجابي جدا. يعني انا لاحظته كمان في رحله المونديال، يعني الناس كانوا اللاعبين كانوا مركزين جدا سواء في غرفهم او حتى في الطياره وهم رايحين على لقطات لبعض الفرق اللي لعبها النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. طيب كمان في برنامج غذائي خاص للاعبي الاهلي قبل مواجهه سيمبا، وده من خلال الدكتور عبد الرحمن سعيد اخصائي التغذيه بالجهاز الطبي للنادي الاهلي. الراجل ده في الحقيقه بيقوم بمجهود كبير جدا وبيتعب قوي مع الفرقه، وبيجهز وجبات لكل لعيب على حده على حسب احتياجات كل لاعب. كمان هو في الرحلة دي خصوصا في ظل الرطوبة وكل الأمور والمعوقات التي قد تواجه الفريق بسبب درجة الحرارة، كمان جهز الكثير من السوائل والمياه والمكملات في أوقات محددة بيتناولها لاعبي النادي الأهلي على حسب طبعا البرنامج الغذائي الخاص لكل لاعب لتفادي الإرهاق والإصابات يوم المباراة، وده أمر أيضا غاية في الأهمية. لكن فيما يتعلق بالإصابات وده بعيد شويه عن الرحله نفسها، لكن عندنا بعض اللاعبين المهمين جدا المصابين ومتواجدين هنا في القاهره وبيأدوا برامجهم العلاجيه والتأهيليه استعدادا للعوده للتدريبات الجماعيه ومن ثم المشاركه في المباريات الرسميه باذن الله. اهمهم طبعا علي معلول لاعب النادي الاهلي واحد اللاعبين المميزين جدا. دكتور احمد ابو عبله النهارده رئيس الجهاز الطبي بالاهلي اكد ان علي معلول هيرجع ان شاء الله يوم الخميس يشارك في التدريبات الجماعيه مع الفريق، بس بدايه هتبقى المشاركه بشكل تدريجي لحد ما يعدي يومين ثلاثه ويشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي ويبقى جاهز بالتالي لما بعد هو مباراه سيمبا التنزاني، يعني بعد المباراه اللي جايه على طول يبقى علي معلول ان شاء الله باذن الله متاح للجهاز الفني. كمان نفس الحال بالنسبه لطاهر، احنا علي معلول بالمناسبه احنا عارفين كان عنده شد في العضله الخلفيه، طاهر محمد طاهر كان عنده شد في العضله الضمه وبالتالي بيقوم ببعض البرامج العلاجيه والتاهيليه، وده اللي اكد عليه ايضا الدكتور احمد ابو عبله وقال ان طاهر بدايه من يوم الخميس يقدر يشارك في التدريبات مع الفريق، وده امر ايضا مهم ومميز جدا. يعني دي اهم وابرز الامور والاخبار اللي بتتعلق بفريق النادي الاهلي.